التفاصيل كلها لك شو أكد عادة. الحدث لا لا وفقا ما تسمع عادة الله الطب مثلا من الأدوية الأشياء كلها بالفرنساوي كلها لا شو دخل طب علم بكل اللغات موجود يعني في بالإنجليزي أي معلوم الله أنت بتعرف الطب كله يعني بتعرفيه كله يعني بعرف يعني مش كله ما حدا بيعرفه كله رصاص قريب رؤية ما في شيء بكون في طيران 500 انتبه يا رشيد المكنة بإيدها رشيد أطول راسك فيها رشيد رشيد روح يا عمر يا عمر رشيد وينك يا مات يا ماما يا ماما خلينا ننزل هون عالي ما في شيء هلا بيروحوا ولك اسمها يا الله لا بعد عن شباك انزلوا عن خوتي ما بتشوفوا شيء من عندكم طيب انزل انتوا لا شو بتصيروا اوصل عليهم بلكي صابوا شيء واحد بحق جلدك ان شاء الله يا شباب زفين بده يودعكم قبل ما يفل لوين فل ايه رح يترك المستشفى خلاص مسافر مع خيو والعيلة على كندا باي باي شباب باي باي شباب الله معك انا ارمني لبناني يدي عن الشوم خلينا اشوف بالكندا بخاطرك ابو ليلى خاطرك تروح وتجي بالسلامة يمكن مش راجع يا ابو ليلى ايه طيب جوات كندا خي تروح وتجي بالسلامة ان شاء الله مجالي اللبنانية تحط لك شي محشاية هناك ابو ليلى حاسس حالي كتير متضايق يا ابو ليلى ايه من شو يا عيوني ما بعرف عم بحس بالوحدة ايه هاي وحدة لبنان خي ادوار طبيعية ليك يا وحدة لبنان يا وحدة أراضي وحدة من اثنين ليك انت هلأ عم بتحس بالوحدة ما ها نعم بكرة بس تظهر بتصير تحس باثنين راح افقع يا زلمة بعدنا عندك لك ارتفع هون زهرة ضغط واطي قاعد اعطيه حبتين يا دلفون ايزي دراكس على بكرة وعشية عمالك ايه عمالك عمالك شو دراكس دراكس حمضي حبوب صغيري مشان زبط لك ضغطك ضغطك واطي شوي ضغط واطي؟ مين اللي؟ أنا عم قل لك ضغطك واطي مش ضغط واطي أبدا منبين على المكنة يا رشيد مكنة شو هالمكنة فعز ما كنتك يا بنت أنا ضغطي هالي ما بيسوى الضغط العالي شكرك منيح ايه ايه لك شو عم تحكي لا العالي ولا الواطي بالنص بالنص؟ ما في ما بياخد ولا حبة ولا بالنص ولا بالآخر ولا بالنص ولا حبة لا بدك تاخد مش تحت أمرك تحت أمرك؟ طيب عم تأيديها؟ عم تأيديها؟ ايه عم أيديها أيديها أيوه الله ضغط يا علي وقف 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 كذاب وقف واقف خي انا شايفه واقف مين عم بيحكي معك انت مين عم بيحكي معك انت رشيد رايك عم تعطي لي رايك نعم بس برايك يا نزار ايوه رفيق انت كم حبه عم يعطوك يا نزار ثلاث حبوب نزار انت كم حبه عم يعطوك ثلاث حبوب انا بس حبتين يا حبوب يا نزار رشيد انت لانك منهار لانك مريض لانك معاد مات لا إذا لأنك كل الفرمشية بتاخدها ما راح بتصعني رشيد انت معك انفصال شخصية يا نزار ألف تلف شخصية يا نزار شخصيات مختلفة يا نزار روح الله يصلحك يا ابني بس نزار روح يلا عم بخطك إن شاء الله شوفي بدلك ليه ورايحنا عنده رايح لعنده انا رايح لعنده واقف عم بحكي انا وزاره والله العظيم وحياة عيون اثنين واقف عم بحكي انا وزاره وصلك قال لك الغرض
جد حطوا هيدول. فواز قربوني شوي لقدام يا فواز، هيدول قربوا قربوا شوي يا عبد. لورا يا هاني لورا، وين جايبهم؟ اعطينا نجاد. زهرة قاعدي أزم حدي، فواز قاعد عم بتحدك، أبو ليلى عود هون تقعد سيدة. لوين ظهرتوا لهاني؟ إدوار عود هون، هاني عود هون، نجاة قاعد يحدو، نزار قاعد يحد فاطمة هون، فاطمة قاعد يعني، فرج قاعد عمر حدك، إدوار عود حد نجاة هون، رشيد تفضل هون محلك. تفضل عود محلك. ابتداء من اليوم رح يكون عندنا كل يوم جلسة مع هالشباب والصبايا. هالجلسة لشو؟ هالجلسة مخصصة للمناقشة مثل ما انتو عم تطلبوا. ابتعدوا بتحكوا انتو وياهم بكل هدوء أعصاب عن كل المواضيع اللي مضايقتكم، ومثل ما هني مستعدين يسمعوا لكم انتو كمان مفروض تسمعوا لهم حتى نوصل كلنا لنتيجة أفضل. واضح؟ هلأ منبلش بكل هدوء، اللي عنده شيء حاسس شيء بيقوله. يلا مثلاً أنا في شدة تخمرة. شو دخلها هلا يا رشيد؟ شو دخلها هلا؟ مش مثلا مش ضروري هلا يعني، ساعة اللي بدكم بعدين خلينا نحكي بشي يفيدنا. سالي نحن كلنا لبنانية، وهالحرب الوسخة اللي صارت فرقتنا عن بعضنا، والإنسان ما بيكون مرتاح إلا ما يرتاح بلده من هالمشاكل وينتهي من هالأزمة يلي عم بمر فيها. أيا كان قال هذا يا عمر؟ بلا تعليقات سخيفة. شو عندكم أسئلة مفيدة؟ هديك جديدة شو؟ مسيحية ولا إسلام؟ لا، ليش هالسؤالات يا أدوار؟ بدي أعرفها. مش مهم هالشي يا أدوار، بدنا نخلص من هالتمييز. معليش رح أقول وخلينا نتناقش. هيدا أدوار زميلكم مثلاً دايماً بيسأل عن دينه للشخص، مزبوط هالشي؟ شو رأيكم؟ العالم إجمالاً بيسألوا، أحلى ما يبقولوا شو كلمة تطلع واقفة، عرفت كيف؟ لا، مش مفروض لا يسألوا ولا يقولوا شي كلمة تطلع واقفة. أوكي، رح وصلهم هالشي أنا. مش مفروض يسأل الإنسان لأنه مسلم أو مسيحي، شو الفرق يعني؟ شو يا عبد، شو رأيك؟ أنا بعتقد إنه إدوار لو عارف شو دينه للشخص ما كان بيسأل. الله بيك، الله بيك. أوكي، بس نحن عم نقول مش لازم يسأل حتى لو مش عارف، لأنه الدين مش مهم. نعم، مش مهم. شو رأيك يا رشيد؟ والله لك أنا إذا جيت لرأيك يعني ممكن مثلاً عن شو أنت عم تحكي؟ خليني مثلاً أفهم شو عم تحكي. ليش؟ عن إدوار، شو رأيك بإدوار؟ عن إدوار عم تحكي؟ إدوار يا حرام شوم يعني بالفعل إنه مثلاً كتير آخر فترة أنا لوالي قلبي. ليه؟ هالعقد يعني معقد كتير هالشغل. لا رشيد ما تقول عنه معقد، ما حدا معقد. لا معلش انا ما عم بوجي عم بسالني رايي. لا معلش خليه يعبر عن رايه بزميله، ما كل شخص هلا رح يجي دوره ورفقاته رح يعطوا رايهم كمان، ما هيك رشيد؟ لك ما بدك عم تعمل. طيب بتقدر تقول لنا ليش بتشوفه معقد لادوار؟ ادوار معقد كتير. ايه من شو معقد رشيد؟ من هالعقد النفسي. عقد نفسي؟ عقد إيه؟ نفسي متحكم فيه في سما ربه. يعني هو ما بيقدر بسهولة بيطلع، إذا فكره بيخلص ما راح بيخلص بالتي هي. يعني هو بده يرشد نفسه، الله بيساعده لأنه إنسان الله بيضربه. إيه بس تقدر تقول لي رشيد من وين جاي هالعقد النفسي؟ يعني شو سببه؟ هو منه هو.
لا منه هو بيجي بيشعر نفسه لا عم بفكر بأي شيء لأنه هو مثلا بهالعقليه هيدي هالعقليه مضبوطيه. لا بس في شغلة إذا واحد معقد مثل ما عم تقول عقدة نفسية بكون في سبب مثلا من في سبب أهله. في سبب جواره. تقدر تقلي ليش بتشوفه معقد لإدوار؟ إدوار؟ إيه تقدر تعطيني رأيه؟ والله هو ليك اللي قال لك شيء يعني شيء يعني كيف قال لك مثلا هالشعور ايه هالشعور الانسان بني ادم مثلا بيجي مثلا بهالشيء نفسيه او شيء بانسانيه كيف هي رشيد هذا هون الفرق انت مثلا شو تقديرك انت لا يا رشيد انا عم بسالك لا انت بدك هو زلمه نص عال لا هلا هو عم بيتصرف من نفسه ولا انه بالساعة الفلانية كيف بيجي عمخه شيء بيجي عمخه شيء الله ضربه الله ضربه لانه الله بس يغضب على انسان بني ادم بيضربه طبعا لا هو بيسمح له هو ما بيقدر هذا هو الهي بيضربه هو ما راح بيشفى اذا اراد يوم بيشفى لنفسه لا في شغلة انت احكي بصراحه معك ايه عم بتصارح معك بس في شغلة انت عم تقول انه ادوار معقد ادوار معقد النفس ايه ادوار اوكي تعالي ايه شوف فهمت عليك انت تفضلت تعال يا رشيد يا رشيد اسمعني حبيب الشوي انت عم تقول عطول انه ادوار معقد ما هيك ادوار معقد من محمود لا يا رشيد ميلة لميلة لا من ميلة لميلة لاحقه أنا من ميلة لميلة هو ولاحقه ضغطه أنا ضغطه بالحفة لا شفته إيه إيه بس من شو معقد يعني عم نتناقش نحن ليه ما هو هذا الشيء بالطفولة سبحانه وتعالى بالطفولة ما بيضرب إنسان إلا بالطفولة يعني بيقطفه هو الزهرة بأول عمره هذي كان مثلا شاب طفل شاب طفل حلو كتير أنا شوفي الله ضربه بعز عمره ايه هو بالطفولة بيخلقوا الأطفال مثلا شو بدهم يعملوا بتعقدوا كيف؟ ليك يا رشيد في شغلة عتقولها كتير مصبوطة انه الطفولة إلها أكبر تأثير أكبر تأثير الطفولة ايه بس برأيك كيف لازم يتغلب على هالشي هو بتغلب هو إذا أراد يوما هو الإنسان إذا أراد يوما ايه أنه يتغلب عن هذا الشيء ما له إلا هو يفتته واستخره هو في يفتته واستخره هو يفتته ولا يبد أن يستجيب القدر هو بيقدر ينفذ هالشيء أنا أحكي اسمع رشيد بس يا بالة بس يا بالة بس يا نزار استاذ نزار يا الله تحكي داري 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 استاذ نزار روح حبيبي في حبيبي ليك نرجع على حديثنا اللي قلته عن طفولته ل شو قلت لك يا دي انا بس روح حبيبي احكي ليك يا رشيد انت عم تقول انه ادوار من طفولته معقد انا يعني مزبوط معك حق الطفوله كثير بتاثر بس ادوار مش هيدا وضعه خلي خبرنا عن طفولته لا مش ضروري هلا معلش لا 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 خبرنا لا عن طفولتك خبرنا عن طفولتك يا ما بخسر الشغله مش محصوره بادوار إيه؟ هي الحقيقة هالطائفية اللي صارت ببلدنا لسوء الحظ خلت المسيحي يفكر خيو المسلم عدوه والعكس بالعكس ايه طيب قدام هالواقع المرير المرير فعلا يا خي فرج فرج ما هيك فرج نعم اهلين خي فرج اهلين ربي يا ربي يا ربي قدام هالواقع المرير يا خي فرج الله نعم علينا بنبتة بتقضي على الطائفية بساعة الساعة خلينا هلا عم نتناقش ما هيك؟ ايه تفضل الله يخليك يا رب. هالنبتة خيي فرج يعني كيف بدي اوصف لك؟ فعال كثير ضد الطائفية. وخصوصا يعني اذا مسكر كل الشبابيك. فبيستغرب الواحد ليه مانعينا فيك تقول لي؟ حشيشي يعني؟ لا الخبايزة خيي. لك الحشيشي ايه. هلا انت ما تاخذها انه حشيشي وتحشيش يابا وكذا عم نتناقش طيب عم نتناقش والله العظيم كل سرك تحشيش كان يركب من جميع ما في ملل يبقى حاوي وكلهم جالسين مثل افضالكم متعاطفين
وهالطوايف برا نازله تحلو شو ببعضها. في احلى منها؟ لا طيب شو بده يحكي ليحكي الواحد؟ الاقباط كان يلتقى معنا. اقباط ايش القبطي ما بيحشيش؟ بلف عروس والله. اي عروس بيعلقها مصر والله. لا يا ابو ليلى انت بيتهيأ لك هيك لانك بتبقى محشش. على الحشيشه الانسان ما بكون واعي مزبوط يا ابو ليلى. شو عرفك انت؟ ولا لا هاي شغله معروفه، على الحشيشه ما بيكون واعي الشخص. وبلا ما يوعى شو المشكله دخلك انت؟ اذا بده يوعى ويشوف الاسلام والمسيحيه كيف نازلين تعايش ببعضهم لشو لا يوعى؟ انا مره حششوني دخل. دخل مزبوط وفتل مخي. ولك روحوا يا عمي. بعد رح يصفي كل ضروب. اي ضروب؟ كل طابق بعد رح يصفي وحده، كل طابق. هاي الاستاذ عبد موجود، ما عم تفلوش. لازم تفلوش. لا يا ابو ليلى مش مزبوط. العالم رجعت لبعضها وخلص. كل حياتنا اسلام مسيحي عايشين اخوي وما في شيء بيناتنا. ايه ما في شيء بيناتنا، حلوا عنا شو بكم فينا؟ لا يا ادوار عيب شو هالحكي. اناقش ما طيب. في شغله حطها براسك يا ابو ليلى. انه الحشيشي ما بتحل شيء. شو بدك بالحكي يا اخي؟ ما بتحلها؟ بتحل المفاصل كلها والله. مش مختلفين بس ما بتحل المشكل. ليش اذا انحلت بيعود فيك تعمل المشكل؟ فلو هالموضوع اذا بتريدوا، خلي غيركم يحكي. شو يا هاني؟ انت شو بتقول؟ شو بتقولوا انتو منقول؟ نحن بدنا اياك انت تحكي. شو حيالله يحكي الواحد انه لا يحكي يعني شو؟ لا بس احكي قلنا شو حاسس؟ مش حاسس. لا يا هاني مفروض تعطي رأيك. رأيي من رأيكم، شوفوا انتو شو بتتفقوا بعمركم. انا منيح بس بهمنا رأيك يا هاني. لا انا عندي رأيكم قبل الكل يا خيي. ما بيصير هيك يا هاني، بدنا نتناقش نحن وياك. خيي اعتبروني مش موجود وقرروا انتو بين بعضكم. بس بس يا نزار. انا عم بحكي. تفضل يا خيي. مفروع ليك يا هاني. نحن جايين نقعد نحن وياك وال... أهلين تفضلوا جيب كراسي يا بابا. والمفروض يا هاني نتناقش ناخد ونعطي لحتى نتقدم. ما منتقدم عليكم لا والله. ولبس بقى فهم علي. هلأ أنت أو أنا أو أي شخص منا بيمرق على حواجز بوقفوا مسلحين بيتعرض لإهانات. أنا مرة حطوني بالأرض ودعوسوني ما عملت إلا زيت أهمية. عرفت كيف؟ هالشي هيدا مش لازم يأثر على كرامته للإنسان. لازم ياخدها طبيعية. هينة يعني؟ لا مش هينة. هينة؟ مش هينة لا يا هاني. هينة؟ مش هينة لا! صعبة! صعبة مش هينة. بس بدك تفكر إنه بصير تجاوزات وهيدا شي طبيعي. لا مش طبيعي. بلا طبيعي يا رشيد. ما فجر برابطك مش طبيعي. طبيعي. تجاوزات طبيعي 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 طبيعي. لكن اللي بيحكي معك اسبوع على جوزته دغري. لا يا رشيد اسبوع لك. لا مشي بيصفقه بس يحكي على القليل. لا حيش تعبونه راسه للزلمه ولا شو بده يحكي؟ حدا بيحكي مع رشاش؟ مش ضروري يحكي قدام المسلحين او بوجود الرشاشات يا ابو ليلى. في يحكي بعدين مثلا. حلو الواحد يصفي طبعه هيك بعدين. غيروا هالحديث بعرضكم يا اخي. كل كلمة عم توصلن بيعملوا لنا قصة يعني. طب خليك رجال ولو منك رجال. شو؟ هاي انت مش رجال. هاي بكبسو؟ أنا بكبش بكبسو؟ والقبضاي والقبضاي نزلني. كان في واحد الله يرحمك يا فريد شلفون كان اسمه، هو الوحيد اللي نزل بس ما بده نكابشو. طيب هلا اذا ما بده نكابشو بتضلك هيك انت؟ خيي ما بده نكابشو يجيبوا لي بيضانيه لا فشلوا يا بالاصبعين. ما بده نجيبوا بيضانيه. منيح بس هلا اذا ما جيبوا لك بيضانيه شو بدنا بهالشغله يا خيي؟ بامرنا احنا بامركم بامر الجميع والله. لا يا هاني لازم نوصل عشي طريقه غير بامركم. فكر مثلا انه اليوم شيء طبيعي الكلمه لسلاح. بامركم يا اخي. ما بقى تقولها هيدي بامركم. بامركم. ما تقولها ما تقولها جرب ما تقولها. خلص ما بقولها بامركم يا اخي. طيب بلكي فات علينا واحد هلا ورشنا كلنا. ليش بده يفوت؟ فايت بده يرشنا. شو بده فينا ليرشنا؟ بده يقتلنا. ما بيصير هيك
أي أساس؟ أنا بعرف شو في بمخه؟ فات فجأة وبلش يرشني. لا يا قاسم مش معقولة، بده يكون في سبب على القليلة. هو ملاقي السبب ومش عم يصرحنا بالموضوع. فات فجأة وبلش يرشنا. مش معقولة تصير هيدي. بتصير مبلا. لا يا قاسم. مبلا يا قاسم. إنه شو بنعمل يعني؟ بنقوم بنهرب؟ لوين بدك تهربي؟ خليكي هون، ما فيكي تهربي لمطرح، لأنه خطر كله خطر ومش محدد وين هو. أي خطر بضل عندك خطر؟ في خطر على الحياة معلوم. بلكي مثلا أنا ماشي. إيه. بالشارع. إيه. وفي وسقط حد واحد هيك، هو ماشي وأنا ماشي. في واحد تاني ناويله بده كب علي املة وانا ماشي حد ومش عارف شو بده ينطرني لاوصل على بيتي، بده كب طيرنا اثنيناتنا. تفضل. شو هالافكار هيدي؟ افكار هيدي غريبة. بلكي مثلا انا ماشي وفي واحد بده قوس على الثاني وما بيصيب منيح، صابني لإلي. مش معقولة؟ في ناس ما بتصيبني اول مرة. ايه بس ما فيك تضل تفكر هيك كمان. بدي اسألك سؤال، كيف هالعالم كلها رايحة جاية؟ مش كلها، في عالم بتكون رايحة ما بتعود جاية. طيب ما هو حظ الواحد. لا شو بدي اقعد اجرب حظي هلا؟ بس هلا الامن صار احسن بكتير، ما عاد فلتين مثل الاول. بلكي فلت انا ومارق. شوي شوي ما رح يقعد يفلت لانه الجيش عم ببلش ينتشر. بيعلقوا هن والجيش بيفلوا. شو بده لا يفلت يعني هو؟ طيب فلت او ما فلت، الانسان ما بيموت الا ما تجي ساعته. اي ساعة تقريبا؟ حسب، بس تجي ساعته. بس واحد هلأ معه رشاش بيدرسك بموتك بلا ما تيجي ساعتك. ها؟ ايه بتكون ايش ساعتك هيك برصاصة فيها، تيجي برصاصة بعبوة بحي الله شي. ايه بس هيدي ساعات اضافية خيف وين. ساعته بينه وبين رب الواحد. طيب الانسان بيتكل على الله وبيمشي. وبلكي اللي حاطت الامبلي كمان متكل على الله. لا هيك صار كتير، ما فيك تحسب هالقد. كل الناس اليوم بتخاف بس بحدود. أنا مثلاً بخاف، بفكر بأشياء بس ما بخلى شيء بين علي. يعطيك العافية، عم تتمرن عليها دائماً هالشغلة؟ لا بس بشدها حالي شوي. ما كل إنسان بعد الحوادث ما عادت أعصابه مثل الأول، فمشان هيك لازم نخلص منها. ما راح تقدروا تخلصوا منها طالما مش عارفينها شو هي. حطوا براسكم هالشي يا لبنانية. وهالكتاب يلي أخذ لي كل وقتي تقريباً هو خلاصكن يا لبنانية. ما بالك إذا بقول إنه هالكتاب التلميذ الطالب الموظف العامل رب العمل ست البيت كلهم راح يتهفتوا علي بدون استثناء، يعني راح يلهطوا لهط، وحرام يكون بعد ما نزل بشرفي حرام. طيب يا عبد، برأيك شو اللي ناقصك بعد لحتى تنزله؟ يعني ناقصني في 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 شيء واحد ناقصني، إنه شو بحط فيه لهالكتاب، عرفت كيف؟ يعني شو بدي حط فيه؟ يعني بدك تحط إنه الشيء الحقيقة. الحقيقة يسلم لي ربك، لأنه ما في شيء رح يفلش إلا الحقيقة. هلا فيك تقولي لي شو هي هالمؤامرة الحقيقة عن حق وحقيق وحقيقة؟ مؤامرة كبيرة عملوها علينا ليخلفوا هالشعب ببعض. روقي، ليش بدهم يخلفوا هالشعب ببعضه؟ منشان لينفذوا المؤامرة. ايه شو هي هالمؤامرة؟ مؤامرة هالدول الكبيرة. ايه شو عملت هالدول الكبيرة؟ قولوا لي تك تك تك. في مؤامرة أمريكانية. خليكن معي الله يرضى عليكن، أمريكانية عاد. فشو هي يعني شو بتقول؟ تك تك تك. خيي كان المخطط انه بيخلفوا المسيحية والإسلام ببعضهم ليقلبوا النظام. قلب النظام يعني؟ ايه قصص نفوذ بين روسيا وأمريكا. بالنسبة للوفاق الدولي هذه شغلة بدك تاخدها بعين الاعتبار. عين الاعتبار تبلى بالعمى. مام عن شو عم نحكي قبل؟ هي مش قلب نظام خي فراج، بقدر ما هي ضرب الفلسطينية واللبنانية ببعضهم من شان يمرقوا الحل السلمي. الحل السلمي يعني؟ بدهم يقسموا لبنان والشرق كله لدويلات. هيك بلشت من الأساس هاي المؤامرة يا أستاذ عبد. تقسيم الشرق يعني؟ كل طايفة بصير إلى دولة مستقلة. هو التقسيم عملته إسرائيل كله سوا مشان تنفذ مؤامرتها عجنوب. إنه المؤامرة عجنوب؟ إيه مش نعمل مؤامرة تبع توطين. توطين وجنوب يعني؟ قبل التوطين، ما إذا احتلوا الجنوب ما بيقعد يصير توطين، عرفت كيف؟ المؤامرة هي التوطين والتقسيم. لو الحل السلمي ما كان حكى بالتوطين والتقسيم، ما هو الحل السلمي من ضمن الوفاء الدولي.
وكانت محاولة انقلاب على أساس نفوذ للروس. مزبوط. عادوا اتفقوا الأمريكان بياخدوا الشرق والروس بياخدوا أفريقيا. أنا هيتاب على مؤامرة الحل السلمي يا حبيبي. بلشت ست التاتا وست هو بلش انقلاب على أساس بلا كان تجمع على المصري لما انحصر الجيش الثالث عمله مش مسموح ما فهمت شيء في مؤامرة واحدة بس ما في رأي هيدا رأي ما في رأي وراح أدل فرش عليكم لقلكم مش عارفين مؤامرة واحدة ايه مش عارفين أنا جبتكم لا واضحة واضحة يا عبد كيف واضحة شو هي يا عبد يا حبيبي عم نشرح لك إياها بس انت صاير على الان بكلمه شو هي بدون ما تحس على حالك انا على الان بكلمه شو هي اي يا عبد وحيدا بفهمك اياها بترجع تسال شو هي لاحظ حالك لانه مش عم تقولوا لي شو هي ها شفت شو يعني شو هي شو هي شو هي 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 شو هي لا مخطط على كل شو المؤامره عليك علينا هدول كبيره يا خيي سموني بالاسم انتوا عم تقولوا عارفين الحقيقه مش هيك طيب سموا شو كيف بلش الحرب سموني بالاسم مين ما بيعرف هالشغله بلشت وقت بوسطه عين الرمانه شو بها بوسطه عين الرمانه بوسطه عين الرمانه ولا شو معروفه اجت لعبوني خلصني اسم انت هسه سريع اللي مين بحط رؤيه فواز فروق شو يعني مين بحط سميني شازم يا حي شازم اسم اسم واحد عشت الاسامي شو شو هي بدك تحط انه يعني الفلسطينيين مثلا من الاساس صاروا يعملوا استفزاز ووقفوا الناس يسالون عن الهويه هي هالشغله يعني هيدي الحقيقة؟ ايه هيدي الحقيقة ايه بس مفروض خي فرج تعطيه الصورة الكاملة عن الوضع كيف انفجر ايه ليش مش هيك انفجر اول شيء استفزازات ايه يعني مش الاستفزازات اللي فجرت الوضع بدك تقول له كمان انه في احزاب طائفية تحججت بهالشغلة لتفجر معركة التقسيم ايه خي بس ما هجموا عين الرماني اخر شيء وصار بدهم يحتلوا البلد هجموا لانه عين الرماني بلشت تقصف على الشياح وقتلت الابرياء اللي بالبوسطه مش عين الرماني بلشت القصف بلش من الشياح يا فواز بلش من عين الرماني راجعوا الجرايد شو بدنا بالجرايد هلا انا صاحبي كان هونيك وخبرني كيف صارت خي انا كنت هونيك عم بقول لك القصه المضبوطه كيف صارت مش هيك صارت بلا هيك صارت اذا بتريد بلا هالموضوع ما بدي اسال عم بقول لك اياه هو المضبوط الانعزاليه بدات بمورنه الجيش ايه بس ما قسمتوا للجيش انتوا اللي قسمتوا لا حبيبتي مين اللي واقف مع الغرباء ضد الجيش مش انتو؟ كان فيكم تكونوا وطنية على القليل يعني نحن وطنية أكثر من كل العالم يا ست سيدة ايه بس من بعد شو من بعد ما خرب البلد؟ انتو اللي خربتوا البلد انتو والسيادة صحيح؟ ايه صحيح لاحين اللي شمعون وش مي والأسيس كمان أو جماعة لبنانية على القليلة هودي جماعة طائفية مارونية مش لبنانية متغلطة وفي من كل الطوائف شيعة في معنا كمان هودي شيعة موارني بكونوا لأنك طائفة يا طائفية انتو طائفية حرامت من أساسكم طائفية انتو أحزابكم طائفية مارونية ليش انتو أحزابكم مش إسلامية أعوذ بالله أحزاب اجتماعية إسلامية وطائفية كمان وقعد تحكي انت لو نحن طائفية كان فيك تحكي اللي عم تحكي انا في احكي لحكي انتم في اطلع اصلا على الشرقيه اطلع انت ما بتطلع لانه تفكيرك طائفي سنتي عقلي انت طائفي ما تعلي صوتك شو عم تفزعني طب وليش بلاش طلع منك طب طب ما تقول عنه ليه قاعد بحلك عش توبه يا كلب
ناموا كلهم. شو يعني هلا؟ يعني هلا بهالحفلة اللي عملوها أكدوا لهم للمرضى إنهم عم بيقولوا هن مزبوط. هيك طلعت شغلة هلا، يعني عكس المطلوب تمام. هو هيك مزبوط دكتور، بس في بعض أشياء عم بيقولوها المرضى صحيحة نسبيا. ما فينا نقول هيك كمان، على أي أساس عم نعالجهم نحن؟ لأنه قصدي الحديث مثلا بموضوع مثل المؤامرة لنفترض مش مضمونة نتيجته، لأنه كل ممرض أو ممرضة عنده رأي. ما في رأي، في مؤامرة بدون ينعوه فيها، ما في رأي، شو كل واحد على رأيه؟ طيب مع عبد الأمير هيك عم بيقول دكتور. ايه معه حق، ومفروض كان يفهموا إياها مش يتخابطوا. ما لا يفهموا إياها دكتور، مفروض يكونوا عارفين شو هي. لك شو هي؟ مؤامرة أمريكانية، مخطط أمريكاني. أوكي بس شو هي؟ لك هاي هي ما عم بقلك إياها. منيح دكتور، بس إنه يعني المؤامرة على الفلسطينية ولا على المسيحية ولا على النظام، هون المشكلة. طيب يعني هاي شغلة بيسوى يفهمون إنه شغلة كل واحد عنده رأي. ما هيدا اللي عامل لك يا دكتور. ايه بس مش معناتها بصير مشكل. هو بيناتنا دكتور، بيناتنا يعني فرج القلبة الطائفية. فرج؟ ايه دكتور، بلش يسمي بالأسامي ويعطي حجاج بيعطوها إجمالاً أحزاب الطائفية. غريب، منه طائفي هو، بعرفه منيح أنا. عم قل لك اللي صار دكتور. ايه بس قد ما كان يعني ما بتتصدق إنه شخص من الشرقية يقعد يحكي طائفياً هون. بيحكي ليش ما بده يحكي؟ هون المنطقة غير هونيك، في يحكي اللي بده إياه ما حدا بيتعاطى معه. مش قصة مناطق هلا يعني شو؟ هونيك كمان في يحكي ما حدا بيتعاطى معه. مش قصة مناطق يعني. بس قصدي أقول في يكون طائفي يجي لهون. هونيك إذا واحد مش من رأيهم يعني. إيه مش مثل هون؟ لا والله. أنا عندي أصحابي إسلام طلعوا هديك الليلة وسهروا عندي وسربوا الساعة 10 بالليل. ووصلوا وتلفنولي وما فيش. ايه طيب ما حسب ما تسائل. جارنا طلع الساعة 10 بالنهار، ايه بعده لليوم مختفي. طيب الله بصير زعرانات يعني، ما بقلك شو ليش هو ما بصير زعرانات. في بس ما بتشوف مسلحين بالطرقات مثل هوني. مين قال؟ انا هديك النهار جاي بسيارتي، فزوا علي مسلحين وحطوا لي شريدي هيك بوجهي. ايه طيب هونيك حواجز قدام الجيش عم بتصير. ايه بيضل اسمه الناس اللبنانية على ليلة لبنانية. ايه بس ما عملوا دولة وخلصوا. ما شو التقسيم يعني؟ مش هني بلشوا التقسيم، التقسيم بلش من هون إذا بدك المزبوط يعني. لا مش من هون بلش. بلا هالموضوع على كله. بس من هون بلش. لا مش من هون بلش. بلا هالموضوع على كله. بالنسبة للمرضى هلا ابتداء من بكرة على بكرة أبو ليلى وعمر بنقلوا على غير قسم، والباقيين بنفرقهم عن بعضهم لما يعود في مجال للنقاش. بنبلش لهم بجلسات كهرباء على مدة جمعة. ولا عندي حجر ريحة معكم بالأونطة بالفليك عندنا هالأرض Yeah.
يلا زين من هونيك. ابو ليلى عمر. ايوه تفضلوا مع فواز. بتريدوا لوين؟ ما نقولين على غير قسم. ليش السيره؟ هيدي اوامر الدكتور. منيح القعده هون، شو بها؟ لا شغلي مش من اختصاصكم، تفضلوا. يلا تحرك انت ويروح. طب اختصاص يعني؟ اه. وين رايحين؟ عاصم العجزي. العجزي؟ اي عجزي؟ عم بحكي لك شو بقول؟ العجزي شوف الحكيم؟ لا بشوف الحكيم وبعدين بشوف تعديل العجزي. ولو على العجزي زنبا. العجزي يعني قاسم نزار ادوار، تفضلوا. لوين يا مسعيده؟ ما في شيء، رح تقعدوا بغير اوضه. فرج نجاة تنزلوا معنا على الاول. شوفي بالاول، شوفي بالاول، حكوني شوفي بالاول. يلا يا نزار، يلا مبروك، بلحقونا الرفاق. يلا بلحقوا كل الرفاق. جايين، يلا جايين. مسعيده ممكن نعرف هالشيء اللي عم بيصير؟ شو هالاجراءات هي برايك؟ شو بتفسري لها يا مسعيده؟ شوفي بالاول، غامض الاول بضل. هاني تفضل معي. لوين يا مسعيده؟ فيك تجاوبينا على السؤال؟ بنحب نعرف. هاني جاوبينا يا مسعادة. عايدة 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 عايدة. شو بدك رشيد؟ شو بدك؟ وين أخذون؟ أخذون لتحت عجنينة. عجنينة؟ هاي جنينة. جنينة المستشفى تحت. جنينة؟ ايه جنينة المستشفى تحت. لا عم تضحك انت. لا مش مصدق، انا مبين عليك مش مصدق. لانه ما في جنينة. لانه بلا، بس انت من الشباك وما تشوفها. حجة امير. لا نحن ما اخذونا اذا جنينك شي مضبوط. لا نحن ما اخذونا على جنينة. لا انت رايق كتير، هبقى شو رح ناخذك على جنينة مشان هيك. عم تكذب انت. بلا عم تكذب يا عمرة. انت عم تكذب. عم تكذب. Yeah, yeah, yeah.
خلينا بالجو اللذيذ اللي كنا فيه مبارح، عم نعبر عن رأينا بشكل كتير طبيعي. إدوار. نعم. شو يا إدوار؟ أنت شو بدك تقلن للشباب؟ عن شو؟ عن محمود مثلاً. خيي محمود لبناني مثله مثلي. إيه وشو كمان؟ وكمان كل حياتنا عايشين إخوة إسلام ومسيحية مع بعضنا. إيه وبعدين؟ منين جابولنا هالطائفية؟ لا ما حدا يردوا. مزبوط، منين جابولنا هالطائفية؟ خي هيدي مؤامرة كبيرة. لحظة عبد، هلأ بتجاوبوا ليزبطها بس. قولها كلها يا إدوار ورا بعضها. كل حياتنا عايشين إخوة إسلام ومسيحية مع بعضنا. مع بعضنا. أيوة. منين جابولنا هالطائفية؟ تمام. هلأ يا عبد فيك تجاوبوا مثلا. جاوبوا، شو كنت بدك تقله؟ بدي قله إنه هيدي مؤامرة كبيرة عملوها علينا ليخلفوا هالشعب ببعضه. وشو هي يا عبد؟ مؤامرة كبيرة كتير، مؤامرة عملتها هالدول الكبيرة ومؤامرة أكبر منها. ايه وبعد في وحدة نسيتها، مؤامرة. مؤامرة أمريكانية. مؤامرة أمريكانية. أمريكانية. ايه وفي كمان يلا كله المتفقين مع بعضه. برافو عبد. يقدر يقول كمان مؤامرة إمبريالية. لا، إمبريالية محصورة شوية نزار، مش كل العالم بتعرفها. أمريكانية معروفة أكتر هيك، شعبية بتحسها، بدنا شي يكون لكل العالم مش هيك؟ طيب يا عبد، وإذا كل واحد فسر المؤامرة عزو شو بتعمل؟ لا، كل إنسان عنده رأيه بالحياة. أها. خيام بيبقوا من فرد بيهم كل واحد بيطلع شيء. برافو رشيد، برافو. شو قال رشيد؟ عم بيقول انه خيان بيبقوا من فرد بي وام كل واحد بيطلع شيء. برافو، هيك خلي حديثنا يكون طبيعي. طيب رشيد، قلنا هلا اذا قاعدين هيك بمجتمع وعم نحكي عن الوضع مثلا، انه ليش هالوضع هيك، شو منقول؟ الشعب عم بيستغلوا الزعمة والزعمة مع الطريق. لا يا رشيد، ولا بالقلب هيك، الزعمة عم يستغلوا هالشعب والشعب معطر. طيب وعن العالم بالبلد شو اتفقنا منقول؟ الزعمة عم بيستغلوا هالشعب. اوكي خلصنا من هيدي. اذا بدنا نقول شي تاني غيره، عن البلد، عن العالم، شو اتفقنا منقول؟ ولو يا رشيد، مين بيعرف؟ ايه ادوار؟ منقول ولك يلا، حرب فوضى وبلد كلها فوضى بفوضى. ايه بعرفها. مزبوط. مش لازم تنساهم يا رشيد، ضل عيدهم براسك ما بتعود تنساهم. بصيروا يطلعوا منهم لحالهم. ايه لانه مش طبيعي. طيب هاني قلي هلا، اذا الانسان وقفوه مسلحين هينوه او ضربوه مثلا، ضروري هالشي اثر على نفسيته؟ لا، بصير تجاوزات، هذا شيء طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. بصير تجاوزات ان كان هون ولا هونيك، ما تنساها هاي. مش نسيها، نسيتها شوي. أيوة ها، هاي كنا عم تتحدثوا بشكل كتير طبيعي، شفتوا؟ ما بده شيء أبدا. طيب يا نزار، قلنا هلأ هيدي قصة الخندق وما الخندق والعرب ضدكم ومعكم بالخندق، كيف بتفسرها؟ نحن في خندق واحد مع العرب تكتيكيا، اما استراتيجيا فهن بخندق ونحن بخندق. عال. طيب وكيف هالانظمة العربية معكم بالخندق وهي بفرد خندق مع ال شو بيقولوا لها هيدي؟ الرجعية. الرجعية ايه، كيف هيدي؟
نحن تحالفنا مع الجماهير العربية مش مع الأنظمة، فهام يا نزار؟ ايه بس هاي ما تقولها. ايها ما تقول فهام يا نزار، فواز عم بقلك اياها لعلك مش لتقولها. ايه هاي بقولها بقلبي. ايه طبعا. حديك العصر. الله يعافيك. كيف رضاك يا عشان؟ ممتازين دكتور. بالنسبة لقاسم ما عاد صار شيء؟ لا دكتور بعده ما عم يحكي. هيدا الافضل انه نايمه كم يوم ليكون رجع جسمه يتحمل الكهرباء، ريح له. اذا بنام رح انا له على غرفه وحده. ايه بسم. كيف الشباب؟ حكيم زعما عم بيستغلوا الشعب والشعب على الطريق. كل حياتنا عايشين اخوه اسلام ومسيحيه مع بعضنا، منين جابوا لنا هالطائفيه؟ هي مؤامرة كبيرة عملوها علينا ليخلفوا هالشعب ببعض. هلا إن كان هون ولا هونيك بيصير تجاوزات، شيء طبيعي، كل حرب بيصير فيها تجاوزات. ولك يلا حرب فوضى وبلد، حرب فوضى وبلد، كلها فوضى بفوضى من الأساس يا حكي. هلا ان كان هون ولا هونيك بصير مؤامرة عمل كني شيء طبيعي، كل حرب بصير كلهم متفقين مع بعضهم يا حكي. منين جابوا لنا الطائفية؟ هلا انت اذا التقيت بالحجي مثلا وسألتك شو معقول يصير شو بتقول له؟ والله يا ام جهاد ما حدا عارف شيء من شيء. طيب وانتم ما بتعرفوا؟ يعني كل الاحتمالات واردة يا ام جهاد. يعطيكم العافية يا شباب، يعطيك العافية. ايه وبتفهمي اهلهم بيداوموا على الادوية فترة لما نقطع فجأة وبيطلعوا لحد ما في مشكلة. طيب اوكي. لا وضعهم كتير منيح. يا شباب ببشركم رح نتصل باهلكم ليجوا الاحد ورح تطلعوا من المستشفى. مش منيح؟ قديه رح ينبسطوا هلكم فيكم بس رح يعرفوا هالخبريه. شو يا عبد؟ قديه رح يكونوا هلكم مبسوطين فيكم؟ كتير. مش هيك؟ أنا بقول ما رح يسدوا عيونهم، أنتوا شو بتقولوا؟ شو رشيد؟ زعما عم بيستغلوا الشعب، الشعب لا يا رشيد مش عم تسألك عنهم، بسألك عن أهلك. وإذا بتعملوا لهم شي حفلة صغيرة بهالمناسبة، قديه بتطلع حلوة منكم؟ هاني مثلا بيعزف لهم شيء على الكمانجا وبننبسط كلنا سوا مع اهلنا، مش تمام؟ بلا تمام. شو رايكم اذا منعيدهم مره اخيره قبل ما نقوم نتغدى؟ يلا يلا. في مؤامرة كبيرة عملوا علينا ليفرقوا الشعب عن بعض. هلا ان كان هون ولا هونيك بصير تجاوزات، شيء طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. يلا حرب فوضى وبلد كلها فوضى بفوضى من الاساس. مؤامرة امريكانية ما حدا عارف شيء من شيء، زعما عم يستغلوا الشعب. كل حياتنا عايشين اخوة اسلام ومسيحية مع بعض. مؤامرة كبيرة كل الاحتمالات والشعب عن بعض. عارف شيء من شيء. هلا ان كان هون ولا هونيك بصير تجاوزات، شيء طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. خيلك بصير تجاوزات ان كان هون ولا هونيك، بصير تجاوزات ما تفكر. شي طبيعي خيو، بده يصير تجاوزات، كل حرب هيك الا ما يصير فيها تجاوزات. اليوم انت انسان ما تاخذني بالكلمه، يعني بدك تسير الكل ولا بيطلع لك واحد بروحك؟ شو لو توجع راسك؟ شي طبيعي خي، سهل بده يصفي سلاح بين ايدين العالم، شو بتتوقع يعني؟ اكيد لك يلا حرب فوضى. اخ حرب فوضى والله. وبلد يا خي كلها فوضى فوضى من الأساس. من الأساس يا ولد. ما حدا عارف شي من شي بقى يا شيخ. أبدا. بعد التاصل. ما حدا عارف يا ولد. وهلا تعال فكر، شو معقول يصير بعد؟ وين رايحين؟ وين بدنا نصفي؟ ربك علي. والله بهالبلد كل الاحتمالات واردة. ما حدا عارف شي من شي. أبدا. أيوة والله. يا خي.
ما طالما هالزعمة عم يستغلوا هالشعب والشعب معدر، شو بتريد يعني؟ كلهم متفقين مع بعض وخلصني بقى. وانا بقول لك يعني اذا مش كلهم قابضين بعزك على رقبتي انا. هي للحقيقة هالطائفية اللي خربتها، منين جيبوا لنا الطائفية يا اخي؟ اي والله من برا. شو بعرف؟ مؤامرة كبيرة يا اخي، مؤامرة مدروسة عملوها لغرفوا الشعب بعضه. هالدول الكبيرة مش متفقة مع بعضها فكرات؟ ما متفقة. متفقة أكيد. مخطط أمريكاني غير. اه والله. بترول عم يطفو. اه. الدوار جميعاً. وبهالمناسبة الحلوة بحب المستشفى نضيفكم شيء باسم الشباب اللي طالعين اليوم. شكراً. مؤامرة أمريكانية. مؤامرة أمريكانية. مؤامرة ما بعدنا ما في شيء بيننا. جابوا لنا طاقة. ما في شيء بيننا. جابوا لنا طاقة. لا بدل شيء عميم بدلك. واللقاء السعيد سمعوني يا هاني ليلة حب. يلا يلا رشيد بك شي؟ شو رشيد؟ رشيد شو حاسس؟ شو بك رشيد؟ طبيعي شي طبيعي معلوم طبيعي ايه طبيعي رشيد مضايق من شي؟ طبيعي منيح طبيعي طب ليش صرخت على العالي؟ منيح رشيد ليش صرخت على العالي؟ منيح طبيعي منيح رشيد ليش صرخت على العالي؟ صرخت على العالي؟ ايه صرخت على العالي؟ ايه يا رشيد ما صرخت على العالي؟ بلا يا رشيد ما صرخت على العالي؟ بلا يا رشيد صرخت صرخت عم شيء كنا مفكر بشيء بس ما صرخت على العالي بلا يا رشيد منيح شو طبيعي ما في شيء طبيعي ما في شيء بس شو فكرت شيء بس مش منيح كفي يا هاني منيح